الفصل هذه لتخزين الأعلاف، والبرنامج نتاعنا كاين تربية المائيات. اليوم على مستوى الوطني في البقول الجافة عندنا مخزون تعام، هذا راجع يعني للتوجيهات اللي جابها السيد رئيس الجمهورية باش نكون مخزون في المواد الأساسية، منها البذور، منها السكر، منها الزيوت تاع الطويلة، ومنها يعني البقول الجافة والحليب الجاف. اليوم المخزون تاعنا على مستوى الوطني يكفينا لعام،